المشاهدين الأكارم، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم، أحييكم هذه المرة من العاصمة الألمانية برلين. حلقة هذا اليوم حوار مع البروفيسور محمد حسن الخبير بشؤون منطقة القرن الأفريقي والمستشار السياسي لرئيس حكومة إقليم الصومال الإثيوبي. يشارك معنا في هذا الحوار الأستاذ محمد صالح بدوي من مدينة بولبورن، والذي سيطرح الأسئلة باللغة الأمحرية. مرحبا بك بروفيسور محمد حسن. أهلا وسهلا. قبل أن نبدأ الحديث أريد أن نستمع معا إلى كلمة ألقاها رئيس وزراء إثيوبيا الدكتور أبي أحمد بمناسبة تأجيل الانتخابات في إثيوبيا، كلها ثواني، سنستمع إلى هذه الكلمات حتى تعلق عليها، بعد ذلك حيكون سؤالنا الأول. ود يا غري هزبوج يتكبراتشو يا بوليتيكا بارتيوج سيفيك مهابراتنا يا هاجر شماغليوج كبراتنا كبران باللفوت تكيت ورات በመላው ዓለም ተሰራይቶ በአገራችን ኢትዮጵያም ልዩ ልዩ ሀገራዊ እንቅስቃሴዎችን ባስተጓጎለው የኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት ወቅቱን የሚመጥኑ ተግባራት በያቅጣጫው ሲከወኑ መቆየታቸው ይታወቃል። ውሳኔ ከመሽው ጉዳዮች መካከል ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫን የተመለከተው አጀንዳ አንዱና ዋነኛው ሲሆን ወራትን በፈጀ ሂደት ውስጥ አልፎ كوستاني لاي درسوا. مرحبا أستاذ بروفيسور محمد حسن، استمعت إلى كلمة رئيس وزراء إثيوبيا. هنالك صار يعني حوار يعني متباين بين الأحزاب السياسية الموجودة، هنالك من اعترض على تأجيل الانتخابات وآخرين يؤيدون رئيس وزراء أبي أحمد أو قرار البرلمان، فكيف تقرأ أنت هذا الحدث الآن الجديد في إثيوبيا؟ تفضل بروفيسور محمد حسن. أولاً المشكلة الفيروس كوفيد كورونا هذا مشكلة عالمية، هذا حرب ضد الشعوب العالم، وما عنده كوماند بوست لكي نعرف نوعية الحرب. هذا كل الشعوب في العالم خشت في خطر، فالدول مع عاداتها وتقاليدها أخذت قرارات لمحاربة كوفيد. مثلا بلجيكا بمقارنة عندها 11 مليون وحوالي 10,000 بلجيكيين اتوفوا في كورونا فيروس. بمجيء الكورونا فيروس في بلجيكا قبل سنة شهور كان حصل انتخابات، وما قدروا يكونوا حكومة في بلجيكا. التناقض بين الأحزاب كانت تناقض كبيرة جدا، فالبلد أصبح في كوما وما قدروا يكونوا إدارة حكومة. فالأحزاب وخاصة الأحزاب الذي موجودين في الشمال في القسم الفلامنكي المتطرفين كانوا عايزين انتخابات مرة ثانية، والأحزاب الثانية ما كانوا عايزين انتخابات لأن الحزب المتطرف الفلامنكي ممكن حيربح. فالملك تعب مع كل الأحزاب وتحدث مع رؤساء الأحزاب وأخذت أكثر من سنة وشهرين، لكن لما الكورونا جاء كل الأحزاب تقبلوا الواقع، لأنه لو ما كانوا يتقبلوا الواقع الشعب كان حيرفضهم خالص وممكن يثير عليهم. فإيش عملوا على طول؟ دولة حكومة مصغرة لمحاربة الكوفيد الكورونا.
وهذه الحكومة المصغرة إلى اليوم الذي تدير البلد. فإثيوبيا 110 مليون أفقر من بلجيكا بكثير، ما عندها الـ 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 الوسائل لمحاربة الحرب والحرب الجديد بتاع الفيروس. فرئيس وزراء في بلد لابد يكون في بلد زي هذا الرجل مسؤول، ولابد يقابل كل الأحزاب والبرلمان ويأجل الانتخابات ويجيب كل القوات الإثيوبية التي موجودة هناك لمحاربة الفيروس هذا. فطبعا الرئيس الوزراء عبيد أخذ نفس الطريقة التي أخذتها بلجيكا، ما عمل أي حاجة جديد. فالأحزاب هم يعيشوا لما الشعب يعيش. هل الأحزاب يعملوا انتخابات بأسجاد ميتة؟ فالأحزاب كمان لابد يأخذوا مسؤوليتهم. الانتخاب هي نوع وسيلة للديمقراطية، لكن الحالة التي نحن موجودين فيها الشعب مهدد، وما عندنا مستشفيات كبيرة، وما عندنا الوسائل التي عندها بلجيكا. وحوالي أكثر من 3 شهور بلجيكا عملت غلقت البلد كامل، ما فيش طائرات تجي، مدارس غلقت، جامعات غلقت، دكاكين غلق، مصانع غلقت. فلهذا أنا أقول للأحزاب الإثيوبيين لابد يكونوا عاقلين. الشعب لو هم عايزين انتخاب ويتمنوا الشعب ينتخبهم، قبل كل شيء لابد يوقفوا مع الشعب في حالة الخطر هذا. نعم، الآن ننتقل إلى ملبورن. الزميل محمد صالح بدوي سيحاول أن يطرح في نفس الإطار سؤاله باللغة الأمحرية. تفضل زميل محمد. شكرا بروفيسور محمد حسن، ndagana kon da na moto kadum da samuti takra minister ye fidri takra minister kubur dr abi ahmed silha graw mircha marazem nabar yetanagarut esacho betana mircha wusane buzu deggafiyochna buzu taqawim yetaqawumut so yemiqawumut so yetagenchawal berso bekul ye mircha marazem ndet yayutal. በመጀመሪያ ደረጃ ምርጫ የሚደረገው የህዝቡን ስሜት መለኪያና የሚፈልገውን የፖለቲካል ፓርቲ የሚመርጥበት መድረክ ነው። ህዝቡ ግን አደጋ ላይ ካለ እንኳን ሊመርጥና የራሱ ሁሉና አደጋ ላይ ተወደደ። ይሄ የማይታወቅ ኮንትሮል ሊደረግ የማይችል ዓለም ላይ የመጣ ቫይረስ ነው። ኢትዮጵያ ደሃ ሀገርና የደሃ ህዝቦች ሀገር ነው። ፋሲሊቲዋም የላትም። ለምሳሌ ቤልጅየም ሀብታም ከሚባሉ ሀገሮች አንዱ ነው። አንድ አመት ከሁለት ወር በፊት ቤልጅየም ውስጥ ምርጫ ተካሂዶ ነበር። ነገር ግን መንግስት ማድረግ አልቻሉ። የፖለቲካል ፓርቲዎች ልዩነታቸው በጣም ሰፊ ስለነበረ በዚህም ንጉሱ ተቸገሩ። አንድ አመት ከሁለት ወር ከተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲ መሪዎች ጋር ንግግር ሲያደርግ ነበር ንጉሱ። ምንም እንኳን ንጉሱ የፖለቲካል ፓወርን ባይኖረው ሆኖራ ግን ሲመጣ ምን የነበራቸውን ልዩነታቸውን ወደ ጎን ትተው አዲስ መንግስት ይሄንን በሽታ የሚታገል ህዝቡን ሞቢላይዝ የሚያደርግ መንግስት በአስቸኳይ ፈጠሩ። ሚኒ መንግስት እስከ ሴት ነች ፈረንሳይኛ ተናጋሪ ነች። እሷ ነች እስካሁን ድረስ ሀገሩን የምትመራው። ቤልጅየም በዚህ በሶስት ወር ውስጥ ወደ 10000 የሚጠጋ ሰዎች ሞተዋል በዚህ በኮሮና ቫይረስ። 11 ሚሊዮን የሚኖርበት ሀገር ነው። ፐር ካፒታ ከአሜሪካ በኋላ ሁለተኛ ሀገር ሆናለች። ብዙ አዛውንቶች ያለቁበት ሀገር ነው።
ለምሳሌ ምርጫ እናድርግ ቢሉ ኖሮ የፖለቲካል ፓርቲዎች ሞላው የኢትዮጵያ የቤልጅየምስ ፊታቸው ተፍቶ ከፖለቲካ መድረክ ያወጣቸው ነበር። አንድ የፖለቲካ ድርጅት አንድን ህዝብ ክፍል ወክላለው የሚል ለመወከሉ ምርግጠኛ የሆነ ገና ምርጫ ላይ ያልተሳተፈ እንደዚህ አይነት አደጋ አገር ህዝቡ ላይ ሲመጣ በመጀመሪያ ደረጃ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ቆሞ ከህዝቡ ጋር አስተዝቦ ማስተባብሮ ይሄንን አደገኛ የሆነ ቫይረስ ጦርነት ነው ኮማንዶ የማይታወቅ ጦርነት ነው ተባብሮ መዋጋት ሲገባበት አይኔ ይሄን ቀወማለሁ 6 ወርና 9 ወር ባንድ የፖለቲካ ታሪክ ውስጥ ምን ጉዳት አለው ይሄን ያሳየው የፖለቲካ ብስለታቸው በጣም ጠባብ የሆኑ ግለሰቦች ከራሳቸው ጥቅም እንጂ ከህዝባቸው ጥቅም የማይራመዱ መሆናቸው ነው ግልጽ አድርጎ የሚያሳየው የሞላው የኢትዮጵያ ህዝብ ምንም አይነት የክሊኒክ ካፓሲቲ የሌለው በብዙ የኢኮኖሚና የሌላና ሌሎችን በሽታ ያለበት ሀገር ምንም አይነት ለህዝቡ እንኳን ማያስብ ምርጫ መካሄድ አለብኝ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ወንበር የጠቅላይ ሚኒስትሩ ወንበር ከህዝቡ ከበለጠ እኔ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያ ውስጥ የፖለቲካል ፓርቲ አለ ብዬ አልደምም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፕሮፐር የሆነው አገሪቷ ባለባት ሁኔታና ባለው የህገ መንግስት መሰረት ፕሮፐር በሆነ መንገድ ሄደዋል። 9 ወር እሱ ቆየ አልቆየ ለፖለቲካ ፓርቲዎች ምንም አይነት ጉዳትና ችግር ሊፈጠርባቸው አይችልም ነበር። ባይሆን አብሮ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ሆኖ ይሄንን በሽታ ተታግለው ባስቸኳይ በሽታ ከዛ ሀገር ጠፍቶ ይሄ ቫይረስ ወደ ምርጫ የሚገቡበትን እንትን ማስተካከል አለበት። አሁን እዚህ ላይ ማረጋጋት ያለብን ምንድነው? የተኛው የፖለቲካ ፓርቲ ነው ይሄንን የሚፈልገው የሚለው። በመጀመሪያ ደረጃ ኢትዮጵያ ውስጥ ወያኔ የሚባል ፖለቲካል ፓርቲ በኔ እይታ ህጋዊም አይደለም የትግራይ ህዝብንም አይወክልም። ብዙ ወንጀል የጨረሰ የወረበላ ድርጅት ነው። ወያኔ እኔ ምርጫ ኮሚሽን ውጪ ምርጫ አደርጋለሁ አልቀበልም ካለ ሞላው የትግራይ ህዝብ እና ሌሎች የፖለቲካል ፓርቲዎች የትግራይ ፖለቲካል ፓርቲዎች ይሄንን መስገር ከትግራይ ማውጣት ያለባቸው መታገል ያለባቸው እነሱ ናቸው። ሌሎች በሌላ ክልል ላይ እንትን የሚሉ መገንዘብ ያለባቸው አንድ ነገር ለራሳቸው ጥቅም ሳይሆን ለህዝባቸው ጥቅም መቆም ስላለባቸው 9 ወር 9 ቀን ብዙ ጊዜ አይደለም በህዝብ ታሪክ ውስጥም አንድም ሰከንድ አትሆንም ራሳችሁን ጠብቃችሁ ይሄንን በሽታ የምትታገሉበትና ከጠቅላይ ሚኒስትራችሁ ጋር እንድትቆሙ እኔ የራሴ የግል ጥሪ ያደርጋለሁ። بروفيسور محمد حسن زميلنا في قناة القرن الأفريقي من أدس أبابا في أدس أبابا رصد 3 إشاعات. الإشاعة الأولى كانت يعني تقول أن هنالك من يعارض تأجيل الانتخابات، وهذا السؤال طبعا الآن استمعنا إلى كلمة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ثم استمعنا إلى ردك، هذا طبعا يعني الآن من المؤكد هي مجرد إشاعة. الإشاعة الثانية كانت بموضوع ما يتعلق بمجموعة أو إقليم تجراي الآن قرروا على أساس يجروا الانتخابات المحلية، ثم بعد ذلك الإشاعة كانت تقول بأنهم ينووا الآن إلى فصل إقليم تجراي عن إثيوبيا بموجب المادة 39. طبعاً الزميل يقول أن هذه المادة لا وجود لها الآن بعد سقوط النظام الحاكم السابق. أنت باعتبارك كمستشار سياسي لرئيس حكومة إقليم الصومال الإثيوبي، أنتم كيف تقرؤون في هذا؟ لأن هذا الموضوع يمسكم أيضاً في إثيوبيا، كيف تقرؤون هذه الإشاعة الآن؟ هل هنالك شيء يؤكد ما يشاع الآن في الشارع الإثيوبي أم هنالك رأي آخر بالنسبة لكم؟ أولاً لابد نحن نتحدث بوضوح عن المادة 39 وفكرة زمرة وياني.
أنا بالنسبة لي زمرة ويانا هي مش حزب ولا عندها أي قانونية، هي نادي القتلة المفروض تمحى وما حتمثل الشعب التجراوي. الأحزاب الإثيوبيين الثانيين خارج إطار الإقليم تجراي لابد يوصلوا لقرار ويقولوا أن الحزب هذا حزب مجرم ونادي القتلة وما عنده أي شرعية لكي يكون حزب في تجراي، لأنه هذا الحزب دمر 27 سنة وقتل وذبح وسرق وهدد المنطقة وعمل حروب في المنطقة. النقاش لابد تكون ما بعد التغير إيش حنعمل مع زمرة ويانك، هذا عصابة مجرمة ولابد النقاش في البلد بأكمله يكون كيف نتخلص من زمرة ويانك. أربع أشياء: ما دام زمرة وياني موجود ومختفي في تجراي، وأنا أكيد إنه هو ما يمثل الشعب التجراي، حيكون مشكلة لإثيوبيا والمنطقة، فلهذا لابد يمحى. هذا فيروس زي الكورونا. ثانياً يهددوا من الهوتيلات التي ساكنوا فيها في مقالي. هل الشعب والجماهير بتاع تجراي معاهم؟ هذا توخيم. نحن المفروض ما نتعامل بدرجة بالخوف لأنهم يعملوا قرارات بالتلفزيونات من تجراي. المشكلة على الأحزاب الثانية التي تعارض الرئيس الوزراء، فكرتها كمان مش طويل لأنه هي كمان تفكر قصيرة، سواء من أحزاب الأورومو ولا من الأحزاب الصومالية الذي يقوم، فهذول مش أحزاب، هذول جروب الذي يشوفوا نفسهم في الشاشة لكن ما عندهم برنامج طويل للبلد وللقرن الإفريقي بأكمله. فلهذا أنا أسأل، وخاصة الأحزاب الأورومو الذي موجودين في المنطقة الأورومو، أولاً لابد يوعي شعبهم ونفسهم في أطار القرن وفي أطار البلد. التناقضات التي موجودة في البلد اثنين تناقضات: أول التناقض بين المجرم زمرة وياني، هذا تناقض أساسي ولابد وياني يمحى. التناقضات بين الحزب هي تناقضات بين العائلة، فلابد هم يقدموا مصلحة شعوبهم ويشوفوا إلى أطار وفكرة واسعة لبناء مجتمع جديد واقتصاد جديد في إثيوبيا. الخلاف مع رئيس الوزراء الذي عندهم هذا خلاف تكنيكي، وحتى لو عندهم خلافات أيديولوجية، أنا ما أظن عندهم خلافات أيديولوجية قوية، يقدروا يعملوا مينيمايزيشن ويتحدثوا معه وينتقلوا. أولاً يحاربوا الكورونا الفيروس هذا، وبعد 9 شهور زي المفوضية بتاع الانتخابات مدام برتكان قالت نحن ما نقدر نعمل الانتخاب في حالة الأزمة الذي موجود، وبعدها لما نحل الأزمة هذه ممكن المفوضية بتاع الانتخابات حتعمل الانتخابات، وهي الذي عندها القانون الشرعي لكي تعمل انتخابات في البلد. فزمرة وياني لو عايزين يعملوا انتخابات في تجراي ويجبروا الشعب التجراي يجوا للانتخابات، هذا انتخابات خاصة لجماعة نادي القتلة لكي ينتخبوهم بالقوة، وهذا ما حيكون، وما عنده صلاحية قانونية وما حيكون له صلاحية تاريخية. هذا تهديد وضغوط ضد رئيس الوزراء الإثيوبي. فأنا أقول للرئيس الوزراء ما يهتم بهذا، إنه هذون شلة ساكنة في الهوتيلات سكارة
الذي دمروا البلد وما عندهم فكرة حتى لعائلاتهم خلي لتجراي والمنطقة وإثيوبيا. فأنا أشجع الرئيس الوزراء يكون قوي. أنا سمعت حسن عايز يبعث وفدي لتجراي، كيف يبعث وفدي لجماعة حرامية ومجرمين ونادي القتلة الذي جابوا مأس للشعب الإثيوبي؟ أنا أقول الأحزاب الإثيوبية الثانية، أولا لو عندها علاقات سرية مع مع زمرة وياني لابد يوقفوا العلاقة هذا أولا. ثانيا لابد يكون نقاش بين الإثيوبيين ومع شعب التجراوي المظلوم، وفي كمان سياسيين ثانيين بتاع التجراوي الذي رافدين بتاع وياني، لابد يحصل علاقات وتفاهم بينهم لإنهاء وتدمير النادي هذا الذي دمر البلد ل 27 سنة. أنا هذا موقفي. شكرا يا بروفيسور محمد حسن. ننتقل الآن إلى ملبورن للزميل محمد صالح بدوي. إليك محمد صالح، تفضل. بروفيسور محمد حسن، أتو عبد القادر طيب، أتمنى أنه عند بالدرباتين أدساوي ميسرا ብዙ አለባልቶች እንዳሉና ስለዚህ ሀገራዊ ምርጫ ብዙ ነገሮች እየተባሉ ነው። ዋናው ግን በትግራይ ክልል ለምርጫ መወሰኑና በተለይ አንቀጽ 39 ተጠቅመው ለመገንጠል የሚፈልጉት ስለሱ አስመልክቶ በተናገረው መሰረት ይህ ፍላጎት ግቡን እንደማይመታና ያለቀለት ጉዳይ ነው። እነዚህ ሰዎች ካሁን በኋላ ያንን አንቀጽ ተጠቅመው የሚደርሱበት ምንም ነገር እንደሌለ ነው የተናገረው። እሱ ምን ይላሉ በዚህ ጉዳይ ላይ? በመጀመሪያ ደረጃ አንቀጽ 39 የማስፈራሪያ ወረቀት ነው። ግን ወያኔ ከስልጣን ሲባረር አዲስ አበባ ሸሽቶ ወደ መቀሌ የሄዱት ሁለት ሆቴል አለ መቀሌ ውስጥ፣ እዛ ነው የሚኖሩት። 30 ሰውም 40 ሰውም የሚሞሉ ሰዎች አይደሉም። እነዚህ ሰዎች መጀመሪያ ላይ ተደናግጦ ነው መቀሌ የገቡት። የተደረገው ጥፋት ቢኖር የነበራቸው ስትራቴጂ ኦፍ ካዮስ የርበሻ እዛ ሆነን መጀመሪያ ፈርተው ነበር። ትንሽ እንደቆዩ ሲን አዲስ አበባ ላይ እነ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሌሎቹም ጠንካራ አቋም ስላልወሰዱ ትንሽ ነፍስ ዘሩ። ከዛ ወዲህ ነበራቸው ምክንያቱም ብዙ ገንዘብ ዘርፈዋል፣ በእጃቸው ብዙ የሚንቀሳቀስ ነገር አለ። ያንን ይዘው አዲስ አበባ ላይ ያለውን ስርዓት እንገለብጣለን የሚል የእብዶች አመለካከት ጭንቅላታቸው ውስጥ አስገቡ። በእኔም እይታ ወያኔ የፖለቲካ ድርጅት አይደለም። ወያኔ የወረበለው ሲጥርቅም ነው። 27 አመት ያንን ሀገር ሲዘርፍ ሲገል ምናምን የነበረ ነው። ሌላ የፖለቲካ ፓርቲዎች ከዛው ዲ የተመሰረቱ ተነጋግረው ወያኔ ህጋዊነት የለውም፣ የትግራይንም ህዝብ የሚወክል አይደለም፣ ሌሎች የትግራይን ህዝብ ወይንም የፖለቲካል ፓርቲዎች አሉ የተጨቆኑ፣ ስለዚህ የትግራይ ህዝብም ኢትዮጵያዊ ነው። ያ የሰራው ወንጀል በመጀመሪያም በትግራይ ህዝብና በሌሎች ህዝቦች ላይ ነው። ስለዚህ ይሄ ፓርቲ አይወክለንም፣ ህጋዊም አይደለም ተብሎ መሰራት ነበረበት፣ አልተሰራ። ሁለት በጃቸው ያለ የፕሮፓጋንዳ ስልት ኦሮሞቹን እንዴት ሲጨፈጭፉ እንደነበረ እንትን ሲሉ አማራውን ነፍጠኛ ትምክተኛ ብሎ እንዳሰቃዩትና እንዳደህዩት የሰሩት ወንጀል በዶክመንትም በሰነድም ይገኛል። ሶማሎች ላይ የሚሰሩት ወንጀል ይገኛል። ያልተሰራው ስራ ቢኖር ምንድነው? ይሄንን ፓርቲ ወንጀለኛ ነው የወንጀለኛ ድርጅት ነው ብሎ ማገድ ሲገባቸው አላገዱት። ሁለተኛ የኮሮና በሽታ ሲመጣ ዓለም ላይ ነው የመጣው፣ ለኢትዮጵያ ስፔሲፊክ የመጣ እንትን አይደለም። ብዙ መንግስታት ምርጫ ውስጥ ከምርጫው ኋላም የመጡ ወደ ምርጫ የሚገቡ መንግስታቶች ሁሉ ይሄንን በሽታ ለመዋጋት ይሄን ቫይረስ ለመዋጋት ነው ትርርብ ያደረጉት። ወያኔ እኔ ምርጫው በሰፕቴምበር መሄድ አለበት
እኔ ራሴ ምርጫ አድርጋለሁ ካለ ምርጫው ህጋዊነት አይኖረውም ዓለምም አይቀበለውም ኢትዮጵያም አትቀበለውም ለወያኔ ሱሳይድ ነው ራሳቸውን ለመስቀል እና ማስፈራሪያ ነው በዚህ በደናቀጥ ይመስለኛል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁን ሽማግሌ ወይንም ዴሌጌሽን ወደ መቀሌ እኔ ብሆን ኖሮ በዛ ቦታ እንኳን ሽማግሌ ዝምብም አልክላቸው ነበር ያልቃላቸው ነበር ስለዚህ ማስፈራሪያ ነው የትም አይደርሱ ፈንቅል የሚባል የትግራይ ህዝብ ወጣቶቹ ተነስተዋል በመጀመሪያ ደረጃ ማወቅ ያለብን 75% የትግራይ ህዝብ ወጣት ነው የትግራይ እነዚህ ወጣቶች ስራ የላቸው ኑሮ የላቸው የሚጠጣ ንጹህ ውሃ የላቸው በእግራቸው ተጉዞ ምን ብሎ በዚህ ጅቡቲ ገብተው ከጅቡቲ በኩል ወደ የመን ገብተው በ20ሺ የሚቆጠሩ የትግራይ ወጣት ሴትና ወንድ በየመኖች ሚሊሺያ ተይዘው እየተሰቃዩ ነው ያሉት ከዛም አልፎ ተርፎ ሱዳን ገብተው በረሃ አቋርጠው እዚህ ቤልጅየም ውስጥ ብቻ ቢያንስ እስከ 10ሺ 12ሺ የትግራይ ወጣቶች በየትሬን ስቴሽኑ ይተኛሉ እነዚህ ወያኔ ወከላቸው ትግራይ ውስጥ ዛሬ ጤፍ እስከ 4ሺ 5ሺ ብር ነው የገባው ደሃው የሚበላው የለውም ውሃ የለውም መንግስት ይሄን ላይ ነው ኮንሰንትሬት ማድረግ ያለበት ትላንትና ወዲያ ሲሰማ ዶክተር አረጋዊ ሲናገሩ ይሄ የሽፍታ ድርጅት ነው ለምንድን ነው ስለሱ ብዙ የምታወሩት ብሎ ተናግረዋል ስለዚህ ወያኔ ለማስፈራራት ይሄ የቡዳ ካርድ ይዞ መውጣቱ እኔ ሞላው የኢትዮጵያ ህዝብ ሱም ከማዳመጥ ይልቅ ወደ ሲሪየስ የሆነ ስራ እንዲገቡ ከዛ አልፎ ተርፎ ሌላ የፖለቲካል ፓርቲዎች የኦሮሞም የፖለቲካ ፓርቲዎች የሶማሌውም የሌላውም ቀይ መስመር እንዳያልፉ ቀይ መስመር ነው ብዬ የምናገረው ወያኔ የፖለቲካ ድርጅት አይደለም የወንበዴዎች የድርጅት ነው ህጋዊነትም የለውም ካሁን ወዲያ ሊኖረውም አይችልም የትግራይ ህዝብንም አይወክልም እና ሊያስፈራሩን መሞከር የለባቸውም ምንም አያደርጉም እኛ መገንዘብ ያለብን ፕሮፓጋንዳችንን የትምህርት ስልታችንን የትግራይ ህዝብና ወያኔ ሲያሚስ አይደሉም የትግራይ ህዝብ በስሙ የተነገደ ቤተክርስቲያን የገባ ውሻ ነው የሆነው በስሙ የተዘረፈ በስሙ ጦርነት የተደረገ ለመሆኑ በኤርትራን ሲወሩ 30 ትግርኛ የሚናገሩ ሰዎች አይደለም ተሰባስቦ የወረሩት ይሄን ሁሉ ጉዳት ያመጡት ይሄ ሁሉ ነገር ገና ይጠብቀናል ስለዚህ እኔ ማየው ምንድነው ጠቅላይ ሚኒስትሩን የምደግፈው ጠቅላይ ሚኒስትር ስለሆነ ኃላፊነትም ስላለበት እሱና መንግስቱ ይሄን የኮሮና ቫይረስ በተቻለ መጠን ተታግለ መንግስቱም ህዝቡም ተባብሮ ሲቪል ሶሳይቲውም ሌላውም የፖለቲካል ፓርቲዎች አንድ ላይ ጥምረት ፈጥረው በመጀመሪያ ደረጃ ህዝባቸውን ማዳን አለባቸው ልክ እዚህ ቤልጅየሞች እንዳደረጉ شكرا بروفيسور محمد حسن طبعا زميلنا كما ذكرت من أدسابة رصد ثلاثة قضايا الموضوعين طبعا ناقشنا حوله طبعا ما الآن متبقية الزميل في أدسابة اللي هو عضو في قناة القرن الأفريقي بيقول يعني التقى مع عدد من الصحفيين في إثيوبيا ورصدوا القناة وحوارنا معك ولكن بيقولوا بأن هذه القناة صممت أو خاصة للدعاية لدعم أبي أحمد فلا يتحدثون عن قضايا أخرى الوياني ودعم أبي أحمد الآن طبعاً عايزين نثبت من خلال الحوار نحن لا طرف نحن كصحفيين نوجه الأسئلة ونترك الجواب لأصحاب القضية الآن طبعاً من الإشاعات اللي تحاول وسائل إعلام مقلي أو في تجراي يقول أن هنالك أيضا ضغوطات تمارس على رئيس الحكومة إقليم الصومال الإثيوبي اللي هو مصطفى محمد وهنالك خلافات بينكم يعني في الإقليم فما هو أين تقع الحقيقة أنا نشرت موضوع
رئيس الحكومة حديثه ولقائه مع الصحفيين لم يتحدث عن الضغوط بل كان على آفاق المستقبل. هل هنالك حقا ضغوط في داخل الصومال الإثيوبي في إقليم الصومال الإثيوبي، وهل تعاني من مشاكل داخلية فيما بينكم بروفيسور محمد حسن؟ هذا سؤال ممتاز جدا. أولا واحد يعرف تاريخ المنطقة الذي مرت فيها في 60 سنة، المنطقة الصومالية إلى ما مصطفى عمر جاء كانت منطقة عسكرية وأمنية، والشعب الذي يعيش هناك لا وجود له. في أوائل نظام هايلي سلاسي كان في معسكرات كثيرة، والحكومة بتاع هايلي سلاسي تعيش في المعسكر والشعب يعيش لوحده، والنظام الذي حطوه فيها كانت نظام الكنترول، تهديد الشعب، سجون. ومن هذا من الخمسينات بدأت اللاجئين من المنطقة بتاعنا يلاجئوا للصومال، وبعد شوية كمان بدأت مقاومة وحروب التي حصلت في المنطقة. في وقت منجستو نفس الشيء، على الأقل أحسن من وقت هايلي سلاسي ومن وقت وياني. في وقت وياني قال في شبهة فيدرالية، بالحقيقة الفيدرالية الإثيوبية بتاع وياني هي يزورها تحت الأمن بتاع وياني. وياني كان عنده زمرة وياني 100,000 أمن، والمنطقة بتاعنا الأمن يتحكم فيها، والجنرالات بتاع التجراي الذي يتحكموا فيها. ليه؟ لثلاثة أسباب. أولاً عملوا أموال بالكونترباندات، عايز تكون غني ضابط تجراي لابد يعينوك في المنطقة الصومالية، بعد 3 شهور هتسمن، بعد سنة هتسمن أهلك، بعد 3 سنوات ممكن هتسمن الإقليم بتاعتك كلها، لأنه بضاعات تجي باسم الجيش ويخش ويطبع في أديس أبابا، كمبيوترات أنواع وأشكال، وما يدفعوا ضرائب. فكانت هي منطقة للضباط التجراي ليلة القدر، تجي هناك حتكون غني على طول. حطوا واحد مجنون وما عنده أي ثقافة أبدي إلي هذا المجنون، وبعدها بدأ يقتل الصوماليين وبدأ يحارب، عمل low intensity wear وأصبح زي الذي أنا أسماه الذي عملوه في الستينات في السبعينات في إريتريا كومانديس، عملوا كومانديس صوماليين دربوهم البريطانيين، والوزارة وزارة ديفلوبمنت كوبريشن بتاع بريطانيا دفعت أكثر من 20 مليون باوند لتدريب الكومانديس هذول، وقتلوا أكثر من 70,000 صومالي ودمروا حتى معنوية. لأول مرة لما مصطفى جاء في الحكم وزملائه مستخفين كانوا في اللجوء وهربوا وكانوا مهددين، لما كانوا عايشين في كينيا وكيت، أمن بتاع وياني كان يدفع فلوس كثير بمئات الملايين للشرطة بتاع كينيا وللأمن الكيني، وكانوا يهددوا الأشخاص الذي هربوا مش بس صوماليين وأورومو وكيت وكيت. في الآخر مصطفى جاء وأصبح نائب رئيس بتاع المنطقة. اليوم المنطقة الصومالية أولاً أمناً أحسن منطقة من كل المناطق الإثيوبية، ثانياً لأن السلام رجع، الجماعة الذي هاجروا حوالي 60 سنة أولادهم وأولاد أولادهم بدأوا يرجعوا إلى المنطقة. اليوم جيجيجا البيوت التي تبنى في جيجيجا في الكونستراكشن أصبحت أكبر منطقة، أكبر مدينة التي تبنى بسرعة. لشان هذا حتى اليد العامل الذي يجي من الجنوب إثيوبيا أكثرهم شباب، أنا تكلمت معهم،
هذول كلهم يشتغلوا في المنطقة بتاعنا، ما فيش واحد يعاديهم يعيشوا زينا زي ما أي واحد، ما فيش عنصرية. نحن ما نتلاعب بالقبائل وفكرة القبائل. المنطقة الصومالية في إثيوبيا في أكبر عدد القبائل الصومالية، ممكن حتى أكبر من الصومال يعيشوا في المنطقة بتاعنا. في الماضي كان محاولة النظام بتاع هيلي سلاسي بنجستو لشوية، لكن بتاع وياني كان تقسيم القبائل، تحط سلاح لواحد ولهذا تقول له أنت الذي تحكم في المنطقة، تناحر بين القبائل، فرق وسد. هذا اليوم ما موجود. فلهذا استراتيجية وياني هي لتضعيف رئيس وزراء أبي، لابد يكون بلورة في المنطقة الصومالية. في اثنين منطقة، أولا خلق عداوة بين الصوماليين والأورومو، أولا هذا الاستراتيجية بتاع زمرة وياني. ثانيا خلق فتنة وخلافات بين الصوماليين، وتغير السلام هذا إلى حرب أهلية، ومن منطلق هذا النظام ولا رئيس وزراء أبي حيدعف في أديس، وحيكون بلورة كمان في مناطق ثانية. فالمنطقة الثالثة بتاع زمرة وياني بمنطلق هذا تخلق بلورة في إثيوبيا، وتكسر الفكرة السلام الذي حصل بين إريتريا وإثيوبيا. استراتيجيتهم الكبيرة هذه هي. فلهذا هم يقولوا السلام مع إريتريا لابد يحصل من طريقتنا، نحن أقرب لإريتريا، نحن جيران، ويقولوا هم أخواننا، هم الذي طردوا الإريتريين وحاربوا الإريتريين، 20,000 إريتري استشهد في حربين الاختشافات وقال أيوة، لكن هم يقولوا نحن أخوانهم حواتنا، هذا الكلام الفارق. لكن حاولوا كل شيء في 20 سنة لتدمير إريتريا والحكومة الإريتريا ونسيج المجتمع الإريتري بالقبائل لكي يخلقوا بلورة في إريتريا، وما نجحوا فيها. فصمود إريتريا بالنسبة لفكرة زمرة وياني، صمود إريتريا جاب أجلهم في 2018، وبداية السلام مع إريتريا هذا كمان نقص الأكسجين بتاع زمرة وياني في تيغراي. فلهذا الفلوس الذي سرقوها عايزين يستعملوا هذا، لكن ما نجحوا فيها. فإيش يعملوا؟ يدفعوا فلوس لناس يسموا نفسهم صحفيين، نوعين صحفيين موجودين في إثيوبيا، صحفيين خواجات الذي تعاملوا مع وياني حوالي 20 سنة وأكلوا من صحن وياني دفعتهم بالعملة الصعبة فلوس كثير. هادون صحفيين فاشلين، وما أغلبيتهم مش قادرين يعيشوا في أوروبا، فاشلين خالص، شماسرة الذي وياني كان تعطيهم فلوس يستعملوهم. هذا ثانيا العرب الشماسرة الذي مترابطين مع قطر والجزيرة، هم كمان يبلوروا نفس الشيء ضد اتفاق السلام في المنطقة، لأنه قطر تلعب دور أكثر من حجمها يا أستاذ حمدان. لو كانت قرأت التاريخ، الكويت حاولت تلعب أكثر من حجمها في التسعينات، والذي حصل أكلته. فما أخذوا حتى قراءة من تاريخ الكويت بالتسعينات، اللعابة التي لعبت أكثر من حجمها ضد العراق، وبعدها الحرب التي حصل. قطر عايزة تتمدد في المنطقة باستعمال قوات رجعية وتفكك المجتمع الإثيوبي. فلهذا الإثيوبيين ما عندهم خلفية تاريخية لكي يفهموا البلدان العربية وتاريخ البلدان الإسلامية. فلهذا وياني حاول في المنطقة بتاعنا بطريقة غير مباشرة،
وفي صوماليين رؤيتهم ضعيفة جدا. 60 سنة الصوماليين الذي كانوا يعيشوا والجماعة الذي يسموا نفسهم مدنيين أصبحوا جواسيس. جواسيس بدرجة أصبحت عادة وتقاليد. الذي ما يتجسس يروح يتكلم للعسكر الأثيوبي الذي موجود في المنطقة الصومالية ما يقدر يعيش. في وقت النظام الصومال لما كانت موجودة كدولة الجواسيس الصوماليين الذي كانوا ينقلوا المعلومات للجيش كان جمهورية الصومال تعتقلهم وتوديهم للمحكمة في الصومال، فلهذا كانوا يخافوا، وجزء منهم كمان قتلوا بالكوماندوات الصومالية. حصل لأنه الصومال ما موجود وكل شيء أصبح مفتوح عايزين يتلاعبوا. لكن نحن نأكد لأخواننا وزملائنا في العالم أي تدخل بتاع ويانا حنقطع يده، وبطريقة هذا نحن لما نقول نقطع يده نحن ما نبيع السيف، نحن نوعي الشعب. والمشكلة لويانا نائب رئيس المنطقة بتاع الصومال أصبح رجل ذكي، فرق بينه وبين ويانا 100 سنة، وتحليله ومش رجل طائفي ولا قبلي، رجل يشوف بأعطار بتاع المنطقة بأكملها، وهذا يزعجهم. فيقول مصطفى عمر لابد وزملائه يمحى، ولابد نجيب جماعة قرود الذي كنا نستعملهم زي الماضي، وهذا ما حيحصل. نعم، قبل ما نختم الجزء الأول سنبقى طبعا حنواصل في الجزء الثاني. أعطي الفرصة للزميل محمد صالح بدوي في ملبورن عشان يعيد السؤال باللغة الأمهرية حتى يستفيد المستمع تحديدا في داخل إثيوبيا. تفضل محمد صالح. بروفيسور محمد حسن، አንዳንድ ሰዎች የኛ ዘጋቢ እንደገለጸው ይህ ድርጅት ሆነ አፍሪካ ቲቪ አብይ አህመድን ለመደገፍ እየሰራ ነው ይላሉ። በዚህ ምን አስተያየት አለዎት? በሁለተኛ ደረጃ በሶማሌ ክልል በሚመለከት አንዳንድ ችግሮች እንዳሉ ይወራል። የፖለቲካ ችግር አለ መግባባት እንዳለ ይወራል። የሶማሌ ክልል በምን ደረጃ ላይ ይገኛል በአሁን ጊዜ? እና ከድሮ የነበረው ለውጥ ምን አይነት ለውጥ ተገንቷል? ምንስ ችግር አለ? በጣም ጥሩ። በመጀመሪያ ደረጃ እንደ የኢትዮጵያ ሶማሌ ዶክተር አብይ ከመጡ በኋላ ለክልሉም ሆነ ለቀጠናው እንዲረጋጋና ሰላም እንዲኖር አድርገዋል። ወያኔ የሽፍቶች ድርጅት በመሆኑ ኢትዮጵያኖችን ብቻ አይደለም ስቃይ ላይ የጣለው። ወያኔ ደግሞ የቀጠናውንም በሰላም ተገናኝቶ እንዳይሰራ ቅጥረኛ ሆኖ ትንንሽ መሳሪያ ሶማሌ በመላክ አልፎም ተርፎ ራሱ ጥሶ ሶማሊያ ውስጥ ገብቶ ደረቱን ነክቶ 2006-07 ላይ ብዙ ሺህ ሶማሌ ገሎ ተዋርዶ ይወጣ። ወያኔ ጌቶቹ ደረቱን ሲያሹለት ሰላም አስከባሪ ያለ በየቦታ ሲልክ የነበረ ነው። ወታደሮች ይልካል፣ ገንዘቡን ግን የትግራይ ኦፊሰሮች ናቸው የሚበሉ። የሶማሌ ክልል ለ60 አመት እንዴት ነበር? ሙስጠፋ ዑመር እስከመጣ ድረስ ሶማሌ ክልልን ማን ነው ያስተዳደረው የሚለው ሞላው ኢትዮጵያዊና ሞላው የአፍሪካ ቀንድ ማወቅ አለበት። የሶማሌ ክልል ወደ ኢትዮጵያ ከተመጣ በኋላ የሚሊተሪ ቤዝ ክልል ሐረር አካዳሚን ከተሰራላቸው በኋላ የኢትዮጵያ ሚሊተሪ ዶክትሪን ሐረር አካዳሚ ውስጥ የሚያስተምሩት ዶክትሪን ስታነብ አንደኛ የኢትዮጵያ ጠላት ሶማሎች ናቸው ብሎ ነው የተጻፈው። ሶማሎች ኢትዮጵያን ያፈርሳሉ፣ ጠላት ናቸው። ካስቀመጡት አንዳንድ እንትኖች ሶማሌና ጅብ አይለምድም፣ እባብ ጉርጓዱን አይስትም፣
زلان مريت اللوم يهبنو قصو بسي من نقرام بحالا بحال اندام من قصو تنس ساي شالاي كرم بسو من المنقاب بزو كمليون عند مليون تكل يزاكا بابيسو تصدو سوماليا رفيجو كامبوست نور نبدو إني جون أتبرني زكاة نسوعار سرانة بدر. كذال فترفو ويانك هم التابو هلا. يالكهو يسومالي نا يسوماليا ثولا جو شكوتر بيتو يكتره. عندنا نجا مسكمة تعلبن ويانه يفرش كادر جت هاي دلهم. ويانه يشفتا يورب الله درجتنه. لا تقرأين هذبنا ما يوكلون. إنيا بكل المنلو يتقرى حزب إنيانا الوقانم عندهم بمجمع درجة بتقرى حزب السم يتزرفة يتنثني على بسماتشو تقرأين بتكرستان إنده قبا وشا مسجد إنده قبا وشا درجة ويانين سلزي ويانين ده درجة متفاتة لبنامنا من دنو ويانين مفلقو ملو ويانين استراتيجيو بتبتة أدكمة، ربشة متفلقون أجنية. تكلم نسر أبي لما تعال من دونه ما يتفلقوا يتنجوا تكتيك الناس استراتيجيات شو؟ يم بتبت من دونه تكتيك بمجمرة يسمع عليك الليل لما جمرة كذي سلام يأجنية هون. إهندن سلام مدفر صار لبر. هولت لاين ما يسكمتو. أنت سمع لنا. أورمون جيجاج فزي بفيت عبدي لي أدرغو عند مليون أورمون يتبرروا إن يانن ملسن أموكن اندمن بلن ما ملس هاللبن سومالينا أورمو مقاجة هاللبن قولت سومالي كل الوستي اللو منقس مدرس هاللبن إن يا منقس كفرس يوغو سابت بطوشنا تنلال سلك إتوبيا كفلنو كزودي أورمود مقر يدرسال تكلم مينستر عالد يدك منا يود كان السوق هو دكنا كتدكنا يا رجلو سلام يا دفرسال يا لجو سلام كدفرسالنا كيتوبيانا يرتراغون ينتم يتنال كتننا بحالا إنيا برجلو أنكاران هنالن يويج هايلوج دنا كتر منامن يوتش هايلوش إهننن يزف نولا چوال درتها چون ينكاكوا چوال جن وياني يددبوش يوانجرنوش درجت سلهونا منم ماينتم أدماسوم سفي سلالهونا يتم ماي درسم پروبوغاندانو ميارغو پروبوغاندا چون بلوكال ميديا تيبيوست بالو چگر يكونوميك چگر منامن تنش امارنیا منم የሚናገር ሰው تنش سانتی مسطورنا جورنالیست نه ایهن اورا یلوتا تزام بترفه لیلاو الجزیرا نو الجزیرا یمان اندونه ناقالن لمان اندمیقومون یمیاسازننی گن ایتوپیا وست بناشنال تلویزیونم تلق دیبیت بزی گودای لای علمدرگو اکسپرت یونو سوچ علمگابزاچو اچن افن یمتاکل قطر ککویتم کو علممار الچالچن بشيزتك متوزتنا ويتم اندكتر تنفافتا بيركيراقدار يدرسبات بودا تاق على الجسوة نا قطر بيبوتا تمدد بيبوتا متسرا ونسرا ليبيالا يدرقشون ليلوش بوتا متادرقون يمياس ردا يعربن يفلتكن بتلي دمون نزي يشيك عرب بهي تمتامي تمتبع عرب بيتروليا قنيا عربن فلتكاو من اندهونا عبزانيو يتوبيا يسلم ما يقباونا سلزي بتلفزيون نايم ديبيت يلب اني ممنيو ودفيت ودفيت سيد هي ديبيت اللي تدرج بتشعل مثلا موكر يلب بين عند نجر اني هلا تشيني افريكا كان دزبوت ما هو كيلب بالنجر بنور ولا تامت سلامة جين تنال وياني فرق قتال يموت منه ثلاثة صور تكون اشو هلا توتيل وست منورو سلن نسوم بزو بنا وراي مرة تالي مثلنا وياني اكمم ادماسوم يلو لمن دنا هدو بيجي سلنا نسوا من ناورا، النزيم يرامو سوى شيء ده لو ما كتم ولا شوى، أهون إنيا ما ورات يا لبن، أديسو يا أفريقيا كندم، ولا تنيا كندم يتيكن هي أفريقيا كند تلفزيون، يا أفريقيا كند تلفزيون، وان نيا مسرته
مهوني اللبت بني عملكاكت أفريكاك أن يمانم مجاوشا سايهون يراسون هلونا براسو ببيتو السو بمسلو ملكو بهز أزغاشتو بهز بوش معاكل وداجنتنا وندماموشنتن مفتر كذا مال فترفو يكتنا إيكونومين دينورن كذا مال فترفو يكتنا يميديا سيستمين دينورن بجوتشاتشن مهروتشاتشن يمي ماروبت يمي تواوكوبت إنيان بمقارجا كفافلو سلسا عامت سيبتبتون ينبرو هايلوتشن يمنا داكمبت the only means يالن عندنياو إيه يهون فافريكا ميديا سلزي إنيام منم confidence نورون openly منقاقر مچالا لبن شقراتشن يقوانقوا شقروش ناتشو በተቻለ መጠን እኛ በሌሎችም ቋንቋ እንድናገሩ ወረሞችም መጥተው እንድናገሩ አፋሮችም መጥተው እንድናገሩ ለምሳሌ ስላፋሬሪያ እኛ አንድ ቀን ፕሮግራም ማዘጋጀት አለብን አዘጋጅተን ማናት ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ክልል አፋር ውስጥ 6 አፋሮችና ዘበኛ ነው የሆነው በጠቅላላ ከሱቁ ጀምሮ ከታክሲ ጀምሮ ያለው ንብረት ሁሉ በወያኔዎች እጅ ነው የታለ ያፋር ህዝብ አልቋል ያኔ መሰለ ክብር ያለው ህዝብ ዛሬ በማላሪያ ዘበኛ ነው ያደረጉት እና ይሄንን መነጋገር አለብን እንዴ ከሚገርምህ ነገር ወያኔ የቀይ ባህር አፋር ብሮ አንድ ካናዳዊ ፈረንጅ አምጥተው የቀይ ባህር አፋር ብሎ ወያኔ ያችን ከካናዳ ጋር ሲምፕል እኮ ነው እንታውስ በአለም ሁለተኛው የፎስፋት ክምችት አለ ከዛ አልፎ ተርፎ የአፋር ኤሪያም ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ካናዳ አንደኛ በአለም የፎስፋት ኤክስፖርተር ነው የኤርትራ የፎስፋት እንትን መጠናከር ለዛውም በጣም ኳሊቲ ያለው ለአግሪካልቸር አለም ውስጥ ኢምፖርታንት ሮል ሊጫወት የሚችል ከዛ አልፎ ተርፎ ዴፕቱም ረጅም ያልሆነ እስከ 290 አመት እንደሚፈጅ ራሳቸው ኤክስፐርቶቹ ይናገሩበትን ይሄ ስላስፈራ አሁን ሰሞኑን መታደርገው ፕሮፓጋንዳ አፋር ትራውስት የተራበ ነው ምናምን ይያሉ ፕሮፓጋንዳ ያረጉ ነው ያሉት ስለዚህ እነዚህንም ኃይሎች ማጋለጥ መቻል አለብን ህዝቡን ማስተዋወቅ ማለት ነው ወጣቶቻችንን ማስተዋወቅ መቻል አለብን የሆርን ኦፍ አፍሪካ ቴሌቪዥን ዋናው ስራ ይሄንን ንቃትን ከፍ ለማድረግ ነው እናደርገው መክራት አለብን ባይነን ባለፈው ሳምንት አብዱልቃድር በስላህዛ ባለፈው ሳምንት አንድ ያልጨረሱት አንድ ጥያቄ ጠይቄ መልሱን ሲመልሱ በጊዜ ማረቅ ምክንያት አልመለሱትም ነበር ምንድነው እሱም ይሄ አዲሱ ሂደት ጥሩ መሰረት እንዲኖረው የሞባላይዜሽን ካፓሲቲያችን መጠንከር አለበት በአፍሪካ ቀንድ አገሮች ኢትዮጵያ ሶማሌ መሳሰሉትን የህዝብ ለህዝብ ተገናኝተው እንዲጫወቱ ዶክመንቶች እንዲቀያየሩ የኤርትራ ኮሚኒቲም የተደራጀ ቢሆንም ኤርትራኖች አንድ ትልቅ ድክመት አላቸው ብለው እዛ ነው የቆመው ምንድነው ይሄ ድክመት እንድናውቀው እና ምናልባት ሬሜዲ እንድናገኝለት በጣም ጥሩ ኤርትራኖች ያንን ድክመት ከመግለጽ በፊት እኔ ኤርትራና የኤርትራን ትግልና ኤርትራኖችን አንደርስታንድ ባራት በኩል አንደርስታንድ ማድረግ አንደኛ ኤርትራኖች አላማቸውና ምን እንደሚፈልጉ በቀይ መስመር ተጽፏል ከዛ ማንንም ኃይል ሊቀይራቸው አይችልም ብዙም ጊዜ ወዳጅ መስለው ወዳጅም ሆኖ ለዛም መተው ሲቀርቡ እነሱ አህለ ወሳህለ ይቀበሏቸዋል የሚጣሉት ብዙም ጊዜ ከዛች መስመር ሊቀቁ ከመስመራቸው ወጡ ሲሉ ግጭቱ በዛ ነው የሚመጣ እንጂ እነሱ ሰው ጎተው አይደለም ሰልፍ ሪላይንስ ስላሉ በራሳችን እንትላለን ስላሉ
أيها وطن بإنجو إشالات والد ملك فلان قلتوا ممتاو كذان إنيا نستداد راتو يبا بورلد بانك بمن بمن إنيا ديتيبيا نستداد راتو بلو عالي سمتا أينيا بيتاتشن إنيا نمناكو إنيا براساتشن مسراتين شلالن سونن لزانيا إنيا نتاقلو قلتوا ممتاو كذان ممتاو قلتوا يوش هاي المتو يانن لاين لما كأير بنيادرغو ሁለተኛ ፖይንት ኤትራኖች ወዳጅ አስጥሩ ሐሳብ ያለው አብራቾ ሊሰራን የሚፈልግ አይጣሉም ይወዳሉ ምክርም ጥሩ ምክር ካለ ዶግማቲክ አይደሉም ይወስዳሉ ይሄ ሁለተኛው ካራክተራቸው ሶስተኛው ዑቅዳ የላቸውም ኮምፕሌክስ የላቸውም ምንም አይነት ኮምፕሌክስ የላቸውም አብራህ ለመስራት ኮንፊደንት ናቸው በራሳቸው አብረህ ለመስራትና መርዳትም ከጠየቃቸው ባቀናቸው ይረዱሃል ማ عندهم عقدة عرب እንደሚለው አራተኛው ግን ሰብራዩ ያለው ልክ ሰብር እኔ ሰብራዩ ባል ጊዜ ፈጃል እንጂ ይደርሳሉ ቦታው አይቸኩሉ ይሄ አራቱ ካራክተር ኳሊቲ ነው አምስተኛው ነው ክሪቲክ ቅድም የጠየቀኝ ለምትለው ኤትራኖች ጥሩ ነገር ብዙ ጥሩ ነገር ትግላቸው ብዙ ጥሩ ነገር ያለ ፐብሊሲቲ አያረጉ ድክመታቸው ይሄ እስማማለሁ ፐብሊሲቲ አያደርጉም شكرا بروفيسور محمد حسن طبعا احنا تجاوزنا الوقت المحدد للحلقه لكن لا باس سنواصل الان سؤالين حتى نختم حلقه اليوم السؤال طبعا يعني حديثك عن معانات اهلنا في صومال الاقليم الصومال الاثيوبي صومال او في الصومال او عموم منطقه القرن الافريقي كلها يعني شعوب منطقه القرن الافريقي عانت السودانيين ايضا عانوا من اجنده زمره الوياني لانه اساسا هم كانوا يعملوا في يعني في ورقه تقسيم الشعوب على اسس اثنيه قبليه وطبعا هذا نحن يعني اريتريا عانت من هذا فسؤالي يعني طبعا انت تحدثت حاولوا في اقليم الصومال الاثيوبي كل المحاولات لتقسيم لانه كما تحدثت هنالك ايضا عده قبائل ونحن ايضا في اريتريا تسعه قوميه لعبوا هذه الورقة خاصة في أيام اشتعال الحرب الحدودية بين إثيوبيا وإريتريا أو تحديداً بين وياني وإريتريا ففي تلك الفترة أنا أكثر الناس كانوا يتابعوا ملف رحيل ما يسمى أنفسهم بالمعارضة الإريترية هذول جماعة طبعاً يعني تركوا الساحة الإريترية من عام 1981 واستقروا في الصومال وبعدهم هاجر إلى أوروبا هذه المجاميع بعد التغيير اللي حصل يعني طبعا فتحوا لهم معسكرات وقاموا بتدريبهم عندنا يعني وسائل كثيرة جدا الآن ليس وقتها أين ذهبوا الآن؟ لأنه أنا من هاجر منهم إلى أوروبا أو من عاد منهم إلى أوروبا وأمريكا هؤلاء الذين كانوا يحملون جوازات أجنبية سواء سويدية هؤلاء عادوا أو أسترالية لكن من لا يحمل الجنسيات لم يستطيعوا العودة إلى السودان أين ذهبوا الآن؟ هل تعتقد أن زمرة الويانة بعد سقوط نظامها اصطحبت كل هذه المجامع إلى إقليم تيغراي أم أين يعيشون؟ ماذا معلوماتك عن هذا؟ أولاً يا أستاذ حمدان في إثيوبيا في معلوماتهم ضعيفة جداً عن إريتريا بعد زمرة وياني زالت وراحت تيغراي المعارضة التي يسموا الإريتريا يجوا من أوروبا ولا من أي منطقة ينزلوا في أديس أبابا وبعدها يمشوا لتيغراي أنا سألت مسؤول كبير إثيوبي قلت له نحن في حالة السلام مع إريتريا أخوان الإريتريين
والجماعة الذي يسموا معارضة لكن بالنسبة لي هذول مش معارضة مرتزقة يجوا لبلدنا ويمروا من أديس ويمشوا لتجراي قال لي محمد نحن ما نعرفهم شخصيا وما عندهم معلومات من هذون وحتى سألني من هذون الذي ما يعرفوهم فلهذا أولا نحن لابد نوعي من هم هذون إن الشعب الإثيوبي لابد يعرفهم أنا الوحيد الذي يتكلم عن القضية هذا ولابد نحن نوصح هذا أولا هذه مش معارضة كانت مرتزقة ومدفوعة من قوة خارجية وخاصة وياني يمشوا لتجراي وينطلقوا من تجراي خواجات وإريتريين طبعا حسا يمشوا إلى المعسكرات اللاجئين الذي حسا يسكروه لكن هذا بدأ يقل ويقل هذا أول فلهذا توعية الإدارة الإثيوبية الإدارة الإثيوبية هذه كانت إدارة بتاع وياني الرجل الذي كان يحكم المطار تتصور يا حمدان كان يوقف طائرات لو زميله اتأخر وهو يأكل يتغدى معاه يتصل للمطار ويقول وقف الطائرة لساعتين إنه زميلي حيركب الطائرة هذا نظام بيروقراطي بيزنطيني وياني كان هذون جهلاء الشفتة التي كانت مسكت فلهذا في فترة سنتين الماضية زمرت وياني فكرتها لكي تخلق زعزعة في المنطقة أقلت وأقلت 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 أكثر وأكثر فطبعا ما عملوا بروباغندا كثير عن وياني لأنه ممكن رئيس الوزراء خاف أنه يخلط الورقة بين الشعب التجراوي وزمرة وياني هذه النادي القتلة لكن أنا أكيد وأنا سافرت مناطق كثيرة من في إثيوبيا الشعور الذي موجود في الشعوب والكراهية التي موجودة ضد وياني للشعوب الإثيوبية أغلبيتها موجودة طبعا الكورونا جاء هذا وعطل المشاكل الكثير بعد الكورونا لابد نحن نجيب أنا كإثيوبي وكصومالي أنا لابد أتحدث القضايا هذه باللغة الصومالية بتلفزيون المنطقة وأتحدث باللغة الأمحرية في أديس أبابا لتوعية الشباب وكل الشباب الإثيوبيين ولبناء العلاقة الجديدة التي موجودة في إريتريا فلهذا حس أقل لما تشوف اليوم المجتمع الإريتري الذي كان في الماضي محتفظ الذي كان في وقت وياني كان تحت رقابة قوية أمنية وما كان مسموح لهم حتى يتحركوا اقتصاديا اليوم هذا موجود ما موجود النادي الإريتري وخاصة المجتمع الإريتري الذي يعيش في إثيوبيا اليوم النادي بتاعهم مفتوح وعملوا اجتماعاتهم ويقابلوا السفارة عاديا والحالة بدأت ترجع زي ما عادي وهذا كله يخوف وياني لأنه وياني مش قادر ينوم الإريتريين نادياتهم موجودة حتى في كل المرافق وبدأوا يتحركوا كنادي هم ما كانوا في الماضي كمان ولا هددوا الشعب الإثيوبي وهذا وهم جزء السلام مولودين هناك أولادنا وبناتنا ونحن لابد نشجعهم وهذا الجروب الثاني الثالث لكي أكمل طبعا الكورونا وقفنا لابد يكون تبادل فنانين إريتريين إثيوبيين فنانين أنا من المشاريع الذي كان عندي في دماغي أخذ في سبتمبر فنانين صوماليين بتاع عادات والتقاليد والمودرن نمشي هناك في إريتريا
نوري الشعب الإريتري الفن والثقافة الصومالية، المناطق الثانية كمان تقدر تعمل هذا، نجيب علاقة قوية ثقافية بين الشعوب، لأنه العدو وياني هو كان وسيلة، وياني جاء من مجتمع مختلف إقطاعي، لكن القوات التي تهدد وما عايز السلام في المنطقة هي قوات بعيدة جدا مننا، وعندها أموال وعندها كوادر وتدرس ليل ونهار لكي تبلورنا، سواء للشعب السوداني ولا إريتريا ولا إثيوبيا ولا الصومال. نحن لابد الشعب السوداني، لكي أكمل حديثي، أنا لما كنت شاب صغير وأي واحد في عمري وشوية أكبر في عمري، الدور الفن السوداني لما تأخذ الذي ربونا نحن كأخوان الصغار، وردي، سيد خليفة والجماعة، هذون ما كانوا فنانين سودانيين، هذون كانوا فنانين القرن الإفريقي. أي واحد في جيلي كنا نغني أغنائهم، كانوا أخواننا الكبار. فالفنان الإثيوبي، الفنان الإريتري، الفنان الصومالي، الفنان السوداني الذي دمر الفن القرن الإفريقي، لابد نرجعه، لابد شبابنا حسا لابد يسمعوا ويرجع. أنا رجل بتاع القرن الإفريقي لأنه وردي كان أخوي الكبير، سيد خليفة كان أخوي الكبير، سيد أحمد المصطفى، أحمد المصطفى. فلهذا لابد نرجع العلاقة الثقافية بين الشعوب، هذا الذي أقوله. أفكار نيرة دكتور بروفيسور محمد حسن. أنا أعطي الفرصة لزميلي محمد صالح بدوي حتى يطرح سؤاله الأخير ونختم حلقة اليوم إن شاء الله، ولنا لقاءات أخرى. تفضل أستاذ محمد. أهلا مها زرن زرن ودوياني من ملسو بروفيسور محمد حسن بزو قدات سلا درسو بكاللالو يمير رسو سوى شاير اللو በአፍሪካ ቀንድ የተለያዩ ችግሮችን ፈጥሯል። በሶማሌ ገብተው የጨረሱትን ህዝብ ብዛት ኢትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ ቦታዎች በኦሮሚያ በሶማሊያ በሌላም በአማራው በሌላው ክልል ብዙ ነገር ተሰርቷል። የኤርትራው ዋናው ነው ይታወቃል። አንዳንድ ኤርትራኖች በተለይ ከነሱ ጋር ወግረው ከወያኔዎች ጋር ብዙ ካምፖች ተከፍቶላቸው በብዙ ደረጃ እንቀሳቀሱ ነበር። ከዚህም ከዛም የሄዱ አዋሳ አዲስ አበባ መቀሌ ብዙ ስብሰባዎችን ያደረጉ መመሪያ የተሰጣቸው የተመለሱ ብዙ ነገር ያሽከረክሩ ነበር። ከዚህ ለውጥ በኋላ እነዚህ ሰዎች የት ገቡ? ስለነሱ ነገር ምን የሚያውቁት ነገር አለ? በመጀመሪያ ደረጃ በረው ይመጣሉ። አንድ ክፍት ነገር ነበረች አሁንም አለች። አዲስ አበባ ላይ የፖሊስና የመረጃው ክፍሉ አብዛኛዎቹን አያቋቸው። የመሃል አገሩ እነዚህ ትግሪኛ የሚናገሩት ኤርትራኖችና ትግራይንም መለየት አይችልም። እኔ ሲዳማ የሆንኩ ሰውዬ የአዲስ አበባ ኤርፖርት የሰኩሪቲ ኃላፊ ሆንኩ ሰውዬ ትግርኛ የሚናገረው ሁሉ ለኔ ትግሬ ነው። እውቀቱ የለኝ ኤርትራ ሂጄ አላየሁም፣ ኤርትራ ምን እንደሆነ አላነበብኩም። ስለዚህ በደንብ እኔ ትሬን አላደረጉኝ እና ሲመጡ እነዚህ ሰዎች የውጭ ፓስፖርት ነው ያላቸው $50 ይከፍሉና ሀገር ውስጥ ይገባሉ። እኔ አንድ ትልቅ ባለስልጣን እየመጡ ነው እነዚህ ሰዎችኛ የሰላም ስምምነት አለን ኤርትራና ኢትዮጵያ አዲስ ጅምር ላይ ነን የሰላም ኢትዮጵያና የአፍሪካ ቀንድም ወደ ሰላም እየተራመደ ነው። እነዚህ ሰዎች የወያኔ አሽከር የነበሩ ናቸው። ወያኔ ኦክሲጅን እየሰጣቸው እነሱም ደሞ ለወያኔ ኦክሲጅን እየሰጡ እዚህ መጥቶ ቀጠራውን ከሚበጠብጡ የነበሩ ሰዎች ናቸው። አንድ ነገር መደረግ አለበት አለ። ማናቸው እነዚህ ሰዎች መጣቃቸው ከሆነ ስማቸውን ስጠኝ አለ። እንድማያቋቸው ነው መጣቀው።
سلزي غرني النتاجين بتشاشالة كتر غرني النتاجين ودسرة يسرق قمصي متى هنا غير بشرون دميكش نعمل بمهكلة كورونا متون سرقين ميقوا قمة هي كورونا كوت أبوهلا غرني النتو بهلو بإقonomيوم بسياسيوم بكالتشرم بشتتهم ما قد قالوا أي كرم لا إهنن وده على اللي ملص ميتل فورشل النسوا يدلون وينم جموعه وانجلنيا ويانم بتشاي دلهم إن يا خزابلا أسفتر ما يتعلم أسفتر ما يتعلم بالمن دلناو إن يا ألقال بالجام قابنهم من ما ينتهي تساوي تقرن باقر تمن إن يعند النسمة ما ما يفلقو تللق هايلوش النزي تللق هايلوش بنيا دهنت بنيا تقر بنيا تقرنت يمي نورو نا أكبابهم سلام انداي نورو يمي فلقو هايلوش إهنن منيا بدن بماوك عدلب النزي هايلوش تنقوائي تبالاتشو فرنجوش ناتشو ya andan dochu weyanim rasu genzeb mikeflacho nacho yan ka norway ka english ka yetesebasebu 20 amet yewshet propaganda sichofo yeneberu toch nacho yam ahun kasro getacho mendezo genzeb misetacho kasro chigir lay wedqo enezinim man nacho bulen mastamar wotatochachin gideta yinoral tezal fotorfo ehe corona kaleke bohala cultural relation with matanaker and neger mindinno buzu wotatoch bekallalu weyane indefellegaw bekallalu yetranna yetopian salam mafres yemaychalibet deraja derkona yanin nya yebelata atanakren intin hedallebin malete no chiguru mindinno ye information mata ye scientific nibab mata wotatun بلما تاريك وري بمندات تلقوية لما استمر تنش بزي فجار جن دمنا شنفن ارغيت انيانين اجيسون هدف من من لكالب بسوائي تلم قرون اگر من دنو تلاتو تاچن امهون تداك موال قرون من يانم اندم اتابدن النسون لاي متوال النسون هرافاتو چگرو چالو اتو بزوط انتونو چالو اتو አሁን ደግሞ የኢኮኖሚ ክራይሲሱም እየተፋ ስለመጣ እነሱንም ስለነካቸው ብዙ ፕራዮሪታይዝ የሚያረጉት ነገር ስላለ ይሄንን ኦፖርቹኒቲ ተጠቅመን እኛ ራሳችን መጠናከር አለብን ላይ ሰምተን በጣም እናመሰግናለን ፕሮፌሰር شكرا ፕሮፌሰር መሐመድ ሐሰን مشاهدينا الاكارم بهذا نختم حلقه هذا اليوم اجريناها مع البروفيسور محمد حسن الخبير بشؤون منطقة القرن الأفريقي والمستشار السياسي لرئيس حكومة إقليم الصومال الإثيوبي وحتى نلقاكم في حلقة قادمة استودعكم الله أنا وزملائي فريق البرنامج والسلام عليكم ورحمة الله وتعالى